وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار الاستثماري والاقتصادي السيد أسامة معين. مساء الخير سيد أسامة، وبداية يعني لو تحدثنا عن أهمية الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قطاع الصناعة. يا هلا ومرحبا، مساكم الله بالخير وشكرا جزيلا على الاستضافة، ويشرفني التعليق طبعا على هذا الموضوع. طبعا الموضوع لم يبدأ من اليوم بالنسبة لهذا العمل، ولكن بدأ منذ سنين طويلة. طبعا في رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المؤقت رؤية 2030، هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت، ومن ضمن هذه الإنجازات حتى توقيع الـ FTA مع الولايات المتحدة الأمريكية، توقيع الاتفاقيات الأفضلية، كذا كذا كذا، كل هذه الأمور تمت في خلال السنوات الماضية، والآن تكلل أيضا بهذا النجاح في توقيع هذه الاتفاقية، والتي من ضمنها طبعا تطوير العملية الصناعية في مملكة البحرين. وطبعا كل هذا عندما تجد الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه الخطط موجودة بهذا الشكل وبهذه الكيفية، فإنها طبعا ستتجه تماما بدون مخاطرة إلى الاستثمار في هذا المجال في مملكة البحرين. وهذا من الأشياء الهامة التي قامت فيها المملكة بقيادة سمو ولي العهد في هذا المجال. الآن نتجه إلى العملية الصناعية. أي تطور موجود، تطور في أي بلد يذهب إلى نوعين طبعا أو أكثر، ولكن منها التطور التجاري والتطور الصناعي. والتطور الصناعي هذا شيء مهم جدا جدا بالنسبة لأي دولة تذهب أو تتجه إلى الأمام في سياستها. فإذا هذه المنطقة ورعاية والاتفاقية الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية ستضمن أن سيكون هناك تطور صناعي بشكل كبير جدا، ينعكس أثاره ليس فقط على الميزانية وغيرها، بل ينعكس أيضا على الإنسان البحريني، حيث طبعا لا تنسى أن البحرين معروفة جدا لأنه فيها بنية تحتية ممتازة، لأن لدينا العمالة المدربة، لدينا المدارس، لدينا الكليات الجامعية التي تدرب على هذا مثل البوليتكنيكس وغيرها، وعندنا العمالة موجودة طبعا. فإذا اللي راح يستفيد اكثر هو الانسان البحريني، الشاب البحريني الذي نطلع الى مستقبله. فاذا العمليه الصناعيه ستعود بالفائده على الدوله طبعا وعلى الانسان اللي هو اهم استثمار في المملكه. نعم، المستشار الاستثماري والاقتصادي السيد أسامة معين، شكرا جزيلا لك.